مساء الخير. في ظل الأحداث المتسارعة، ماذا نقول عن أشلاء دولة تتهاوى بعد أن حذرنا مرارا من مخاطر تصدعها في كل الاتجاهات، وذلك بالأدلة والمستندات؟ وإذا كان الوضع الأمني في البلد مفتوح على احتمالات مخاطر عدة، فإن إدارة الحكم تبتعد أكثر فأكثر عن منطق القانون والمؤسسات، وهذا ما ذكرنا باستقالة الرئيس حسين الحسيني الذي أبى أن يكون نائبا في دولة يسودها قانون القوة بدلا من قوة القانون. نعم، إنه قانون القوة عندما يصبح منطق القانون وجهة نظر. والسؤال أيضا، هل أن وزير الداخلية زياد بارود يستطيع أن يترك بلا استئذان من القانون الذي يحتم عدم وجود الفراغ في السلطة؟ إذ لا يجوز لوزير بالوكالة أن يحل محل وزير مقيم، والوكالة ليست لتصريف الأعمال إنما للإنابة في حال السفر أو المرض. ملف مستجد هو شبكة الاتصالات، ولو أن الموضوع خلافي في عمق سياسي، ولكن أطرافه لم يلجأوا إلى القضاء إنما إلى القوة العسكرية. فإذا كان المدير على خطأ، يجب على الوزير أن يلجأ إلى شورى الدولة، وهكذا إذا كان الوزير كذلك، فلماذا الاحتكام إلى القوى الأمنية وإدخالها في الصراع السياسي؟ وهل أن الجيش حسم الموضوع في هذه القضية، وكيف؟ في حلقة الليلة، الصراع حول شبكة الاتصالات وموضوع عن البنزين وماذا استجد في القضية. أما ما وعدنا به خلال الإعلان عن الحلقة، عن نقل حلقة خاصة من داخل سجن رومي عن واقع السجناء بالصوت والصورة، فإن الطلب الذي وافق عليه النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وقائد الدرك العميد صلاح جبران، خذلنا فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وكما يقول هو في التبرير، لأسباب أمنية. بعدين بنحكي يمكن بالتبرير، ونحن رح نصر على أنه نرجع ندخل على سجن رومية، ولو أنه عدم دخولنا ما عم يمنع عنا كل الشهادات وكل الصور وكل الواقع. بالقسم الأخير من الحلقة سنقول لكم أو سنكشف لكم ماذا حصل معنا على بوابة سجن رومية، وشو صار معنا، وكل شيء قدرنا جبناه من سجن رومية معنا في هذا المشوار اللي خزلنا فيه. بداية برحب بهالقسم من الحلقة بالعميد محمد عطوي، اللي هو يعني صرتوا تعرفوه ضيف، يعني عادة. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد عطوي، العميد المتقاعد، وأنت خبير في الاتصالات، ويمكن هيدا السبب اليوم كمان ضيف معنا، وأنت صديق للبرنامج كمان. دكتور عطوي، بدنا نفوت مباشرة بصلب الموضوع. يمكن المشهد اللي شفناه هو غير مقبول، أن يعني يزج الجيش والقوى الأمنية في مكان من هذا النوع لحسم موضوع بين وزراء، يعني بين وزير وبين مدير، انه حسم موضوع يجب ان يحسم في القضاء. يعني ليش في عنا شورى دولة؟ اذا اخطأ المدير في شيء، لماذا لم يحتكم الوزير الى شورى الدولة؟ والعكس هو الصحيح يعني. نعم. قبل ما ندخل باطار شبكة الاتصالات، يعني انت رجل دولة، يعني شو رأيك بهالموضوع هيدا؟ أول شيء مساء الخير إليك وللمشاهدين الكرام. المشكلة يعني مثل ما يقال بالعامية ليست رمينة، بل هي قلوب مليانة. صحيح. نحن بنعرف أنه هناك خلافات سابقة من أيام الوزير جبران باسيل اللي هو من التيار الوطني الحر، إلى أيام الوزير شرب النحاس. هناك خلافات ما بين مديرية القوى الأمن الداخلي ممثلة باللواء أشرف ريفي وبالمسؤولين عن وزارة الاتصالات. الخلافات هاي بتعود إلى طريقة ومنهجية عمل الفرقاء بوزارة الاتصالات السابقين والحاليين بنظرتهم إلى طريقة عمل الاتصالات. فريق منهم ينظر على أنه شبكة الاتصالات هي بقرة حلوب فقط لجلب المال منها، ولذلك كلفوا اللبنانيين أسعار مرتفعة في اتصالاتهم،
وفريق آخر يريد أن يضبطها وينظمها بشكل أنها تكون متوازية مع الشبكات الموجودة في المنطقة. بس هذا الصراع عم بيؤدي لمخاطر أمنية. يعني اليوم رح يمكن عم ننقل، بس هيدا يمكن مربوط وربطه اللي وقريفه، انه عم بيؤدي لانه منع داتا معلومات ممكن انه تؤدي لكشف الخاطفين بموضوع الاستونيين لا مثلا. يسمحوا لنا فيها اذا بتيدي، انا يعني جدا على الموضوع حكينا فيه كثير. يمكن الحصول على معلومات بيانات قاعدة المعلومات. اسمحي لي اطفي بس تليفوني انا. تفضل. بنقدر نحن نحصل على المعلومات لما يكون في عندنا مثلا حادثه معينه في منطقه معينه. هون مجبوره وزاره الاتصالات انه تقدم هذه المعلومات. حضرتك بحلقاتك السابقه صحيح. العديده جدا حكيت لنا على الموضوع مرارا. بس اما لنجي نحن نطلب من وزاره الاتصالات اعطينا بيان داتا كاملة عن الشعب اللبناني كله اللي هو 4 ملايين، لانه في عندنا مشكله موجوده بمجد العنجر، هذا غير منطقي علميا. بس يمكن ما تحدد الطلب، يعني انا اليوم ماني عم دافع عن حدا، عم بحاول اكون كثير وسطيه، مع انه في مشكله شخصيه مع اللواء ريفي انه ما خلينا نطلع على رومية، بس عم بحاول انه ما بدي اربط الموضوع، عم بفصله تماما. نحن خلينا نحكي علميا. نعم. بالنسبة لبيان قاعدة المعلومات، إذا في مشكلة أمنية، مشكلة إرهابية، في اغتيالات، في خطف الأستونيين في منطقة معينة حصل في هذه المنطقة، يجب على وزير الاتصالات والأجهزة المختصة بالوزارة أنه تعطي كافة المعلومات بالمنطقة. ولا يجوز لقوى الأمن الداخلي. بس الخاطفين راحوا على غير منطقة، كيف بدهم يعرفوا؟ يعني إذا كيف بدك تتبع إذا بتتبع الاتصالات؟ تجي بتقولي أنا عندي على الرقم هذا عم بيطلع من منطقة لنقول الشمال أو البقاع، ما له معروف، أعطوني معلومات عنه. بركي هيك عم يرفض الطلب، بركي عم بيكون ما هذا يعني شيء يتعلق بالأمن القومي. يتعلق بالأمن القومي وبأمن البلد. يعني لا الوزير شرب النحاس بيقدر يتخطى هذه الأمور، ولا قوى الأمن الداخلي رح تسكت عن هذه الأمور. هذا الشيء صار، يعني نحن لأنه بإطار القلوب المليانة أنه هيدا عم بيؤدي لعرقلة يعني عمل المؤسسات بالدولة. يعني ما فينا نضلنا عايشين بهيدا الصراع. ست غادة، عندنا مبنى يقع في منطقة العدلية خلف الأمن العام، المديرية السابقة كانت ورا منها. هذا مبنى رسمي، مدني رسمي، يحتاج إلى أقل من حظيرة. حظيرة بالأمن العسكري هي عبارة عن 10-11 شخص لحماية المبنى. من مين بدك تحمي المبنى؟ تحمي بس عملية مراقبة دخول وخروج مواطنين مدنيين أو موظفين إلى هذا المركز. ما في داعي أنه نحن نجوب جيوش جرارة وندخل الجيش في أمور بحاجة الجيش، يعني الله يحمي على الجيش، صرنا بندخله بأقل شغلة صغيرة ليحمينا بنائب بوزارة الاتصالات. ما دخلناه على سجن رومي للجيش بعد بدنا كذلك انه حرام هذا الجيش نزجه للجيش اللبناني، نزجه بأمور صغيرة ونضيع وقته. أضف إلى ذلك انه حتى قدرات الجيش اللبناني التقنية في موضوع الاتصالات الخلوية هي إمكانيات متواضعة. يعني ما نخص بانه عناصر سلاح الاشاره او المخابرات في الجيش اللبناني قادره انها تشغل شبكه خلويه. اذا بنقدر نعمله هاي والله بيكون بيتنا هون نحن رح ناخذ وجهتين نظر لنكون موضوعيين بهيدي القضيه. هل يعني اللي عم يحكى انه الوزير ما كان رايح يزور، كان طالب قبل بكتاب تفكيك هذه التجهيزات واعطائها للام تي سي؟ معنا يعني الزميل والاعلامي والزميل واليمكن هو كمان المقرب جدا واللي كان معه للوزير نحاس، حسن مقلد. مساء الخير. مساء النور لك ولضيفك، الله يخليك. اهلا فيك. يمكن انه تابعنا اليوم ما يقال حول الموضوع. هل صحيح انه كان الوزير ارسل كتاب يريد أن ينقل المعدات هذه الشبكة اللي هي كما يقال الشبكة الثالثة كما أقر لها في مجلس الوزراء أن ينقلها إلى يعطيها للأم تي سي؟ يعني هل هيدا صحيح؟ يعني أحد المستشارين أو أحد الإعلاميين كمان قال إنه إيه صحيح هالشيء وفي كتاب بهالشيء، هل صحيح؟ ست غدا، أول شيء نحن يعني اليوم ما عم نناقش سياسات الوزير او عم نناقش هو شو بيتصرف بوزارته. في امكنه ثانيه هذا موضوع بيتناقش فيه
يعني بفتكر هو مستعد ومستشارين ومستعدين يفوتوا بأقصى تفاصيل ممكنة بهذه القضية. نحن بشكل أساسي اللي صار أنه بلحظة من اللحظات، هي نهار الجمعة الماضية من أسبوع تماما، بتفوت مجموعة من جهاز أمني لبناني ما إلو شغل لا من قريب ولا من بعيد، لا بالطابق ولا بالمبنى، لأنه المبنى في طابق واحد بيشغلوا الجيج وقوى الأمن ومش فرع المعلومات أكيد. فجأة فاتوا وراحوا لهونيك، غيروا القفولة وقعدوا هونيك. تاني نهار مديرين عامين للوزارة حاولوا يروحوا يزوروا المبنى، منعوا من الدخول وجرى التصرف معهم بطريقة ما بتشبه يعني. طب ليه ما لجأتوا للقضاء بهاللحظة؟ لحظة، لا خبرك شو اللي صار. أكيد لجأوا، لا مش بس للقضاء، شيء طبيعي كان أنه الوزير أرسل كتاب لزميله وزير الداخلية، يعني بنوجه له تحية على موقفه المشرف اللي عمله مبارح، وجه له كتاب وقال له في مجموعة، هيدي المجموعة فاتت على على المبنى وبدي أعرف شو القصة. فرد عليه بكتاب خطي وزير بارود وقال له أنه ما عنده علم بهذا الموضوع، وهو فورا رح يأخذ التدابير الضرورية ليسحب هذه المجموعة من المبنى. ويعني ثابت أنه بدون الموتورات ومفاتيح الموتورات تبع المبنى موجودين هونيك، منعوهن. قدر الوزير بارود أنه يرجع مفاتيح الموتورات ويسمح للصيانة تشتغل، وللأسف طلع الرقم من 9 عناصر موجودين ل35 عنصر موجود. ورغم أنه الوزير بارود كتب قوى الأمن وبلغهم انه هذا صارت معروفة يعني القصة، عن القضاء. لا استاذ حسن، عم جاوبك لخبرك عن القضاء. لقلك انه بس وزير الداخلية تعهد انه هيدا وضع شاذ وهو لن يقبل فيه، واعطى اوامره الصريحة بضرورة اخلاء المبنى. شيء طبيعي بين الوزراء كانت عم تنحل القضية بين يوم والتاني. واللي حصل فعليا انه الوزير بارود حتى مبارح يعني باعتكافه بالطريقة اللي طلع فيها، قبلها بساعتين كان وجه كتاب في امر خطي واضح بضروره اخلاء. انه انتم لقيتوا ما لازم، ما في لزوم تروحوا على القضاء، يعني هذا واضح. لا حاقول لك انه ما كان في قضيه، لانه بكتابه للوزير بارود قال انه المستند اللي استند عليه مدير عام قوى الامن الداخلي اللي اصلا يعني فات على المبنى يعني قبل 24 ساعه حتى من الكتاب اللي عم يحكوا عنه، هيدا الكتاب مش جهه صالحه وجهته ومش للجهه المعنيه بحمايه المباني الرسميه، كونه جهاز امن السفرات هو المعني رسميا بالدوله اللبنانيه بحمايه المباني. خلينا نسال الاسئله التي تسال، يعني حتى نكون موضوعيين لحتى نرد على ما يقال. يعني يقال انه يعني نيه الوزير مش انه يروح يكشف على التجهيزات، انه يسحبها ويفكها، وهذا واضح في كتاب خطي. هل هذا صحيح؟ كان في نية لأنه الوزير ينقل هذه المعدات ويفكك هذه الشبكة إلى الامتي سي؟ حسب معلوماتي أنه أشرف ريفي منه هو المرجع. ما عم نحكي بموضوع، ما عم نحكي بهالموضوع. نحن اليوم شو عم نناقش؟ نحن اليوم عم نناقش سياسة وزارة الاتصالات. ساعتها أنا مستعد يعني أقعد ما أحكي معك للصبح. لا أنا بدي هاي النقطة بس اللي بتتصل بالحادثة، ما بدي أنا ناقش سياسة. أستاذ حسن أنا لا، جاوبنا صراحة على هيدا الموضوع. أنا عم حاول أقول لك شغلة وحدة، اليوم الموضوع المطروح بالبلد في جهاز أمني فتح تل وزارة، هيدا توصيفه القانوني انقلاب. يا استاذ حسن معلش، كمان ما كمان بدنا نشوف. اذا بتسمع استاذ حسن بس رد علي على هالنقطة، ما حدا، لانه ما حدا حيقدر يبرر التصرف. خليني جاوب عنه انا، خليني جاوب عنه، ما حدا حيقدر يدافع عنه. خليني جاوب عنه الاستاذ حسن اذا بيسمح لي. تقنيا مش سياسيا، شبكة الخليوية الثالثة هي شبكة هبة من الحكومة الصينية. مزبوط. وكافة معداتها مبنية على الأنظمة والمعدات الصينية. الشبكات الأخرى التالية إن كانت إريكسون كمعدات وإن كانت ألفا ولا إم تي سي تاتش تعتمد على الأجهزة الإسكندنافية الأوروبية الحديثة. طب ليه الوزير كان بده ينقلها يعني؟ هذا السؤال. أول شيء يعني أول شيء ليس عملية سهل إنه أنا بدي أنقل شبكة بمبنى بطابق يتجاوز 600 700 متر بدي أحمل على الأجهزة أنا وأخذها الإم تي سي تاتش. حتى هذه الأجهزة لا يمكن استعمالها مع الشبكات الأخرى لأن بروتوكول يختلف، برامج تختلف، أجهزة كمبيوتر تختلف، ولا يمكن ابدا تصديق. طب لماذا يقولون انه الوزير كان بده ينقلها؟ هذا غلط. مين عم بيقولها؟ اللي عم بيقولها هيك. لا ما حتى أنا مستشار الوزير وال يعني الاعلامي ما حضرته مستشار، خليه ياكل على الحيط. يعني مجرد القبول بالدخول فيه، مجرد القبول بالدخول فيه قبلنا نقول انه اللي بيطلع اشاعات
والجهات اللي هي موصى عليها من الوزارة عم نساويها مع الوزارة. مجرد الدخول شو يعني؟ بلنا فوضح لنا أكثر كيف يعني. بلنا نفوت مجرد النقاش إنه صارت محاكمة سياسات الوزراء وقراراتهم وإجراءاتهم. هيدا اللي بدنا نرفضه نحن، هيدا اللي بدنا نرفضه. عبر العسكر وبتم عبر أجهزة. يعني أنت ما إذا كان الوزير أخطأ يتم هالمحاسبة عبر الأجهزة المعنية والمولجة. أنا ما عمول أخطأ، عمول إذا ما نعمل تقييم للسياسات تبع وزارة الاتصالات عادة في مجلس وزراء في مجلس نواب. في يعني الوزير بس ما هلا في فراغ، يعني عندنا حالة فراغ. خلينا نقول الوزير مسؤول دستوريا وقانونيا هو عن السياسات اللي بيرسمها وبيطبقها، مش كل واحد حدا بخبره خبريه بيجي على باله بصير بده يربي الوزير وبده يحتل المبنى. طيب يا استاذ حسن، خلينا نحكي كل شيء، ما كل شيء عم بيصير بالبلد مخلوط ببعضه وكل شيء غلط. عم نقول انه نحن اوكي ما في حدا يقدر يبرر انه التدخل الامني بهيدا الموضوع بوجه وزير، ما حدا. ونحن تعرضنا بنفس الوقت لنفس الشيء، انه نحن طالعين بكل فريقنا لنسجل حلقه بسجن رومية منعنا من قبل المدير العام رغم انه عندنا قرار من القضاء. مش عم نحكي بهالموضوع بس كمان اليوم عم نحكي بالقلوب المليانه اللي هلا حكى عنا العميد. ما في قلوب مليانه، نحن ما فينا كمان نجي بس نحكي عن القصه بإطار المحدد، في خلفيات وفي تراكمات. بس انا بس بدي استوضح، هل كان مزبوط بنيه الوزير مثل ما اليوم سمعنا من الصحفي الزميل اللي متابع لهالموضوع محمد زبيب انه كان ياخذ هالمعدات وينقلهم على الام تي سي؟ هيدا انا اللي بدي اقول شيء. نقل معدات بس في كان نيه من هالنوع. نعم بس ما معقول انه نقل جهاز يحمل جهاز وياخذه وزير، بيبعت عمال وبيبعت على التالي بيبعت موظفين ينقلوا معدات. شو هالمنطق يعني؟ ما ان كان محل الاستاذ زبيب او غير الاستاذ زبيب، مع احترامي للكل. لا بس بدي اياه يعني بياكد يا ينفي يعني. أنا بس انا حابب اقول لك شغله وحده بس يا ست غدا. انت بتلاقي انسيلي الظاهره الشاذه واللي انا عم سميه انقلاب اللي حصل. هل انت بتعتقدي انه من الطبيعي انه يكون في طابق كامل بوزاره بمبنى تابع للوزير قانونا؟ هيدا المبنى ما بيعرف الوزير شو المعدات الموجوده فيه وشو طبيعتها وشو عم ينعمل فيها؟ ما بيعرف؟ انا عم اقول لك ما بيعرف. انا بدي كفي. هل من الطبيعي انه هيدي الشبكه الصينيه اللي هي هبه واللي قرار مجلس الوزراء واضح انه كلف اجيره بتركيبها وللاجراء الاختبار لصالح وزاره الاتصالات؟ نعم. اذا هي مملوكه لوزاره الاتصالات. برايك انت امر طبيعي وسليم انه احنا ما بنعرف هيدي الشبكه اذا عم تشتغل، كم خط موجود فيها وشغال؟ طيب. مين الناس اللي اخذوا الاجهزه وعم يتداولوا فيها وين وبأي أمكنة؟ برأيك هيدا السؤال؟ طيب. ليش متروك الأمور لهلا؟ ليش متروك الأمور؟ شو عم الوزير يعمل يا أو شو قراراته؟ اسمعي بقى خليني كفي الفكرة. ما أنا بدي فوت من هيدا السؤال للسؤال اللي أنت عم بتقوله. فكرة بس ضروري تعرفيها. الام تي سي والله الألفا هن شركتين مملوكتين بالكامل للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات. بس هي شبكة ثالثة لها خصوصيتها. شو خصوصيتها؟ هي شبكة منافسة للشبكتين. ما هي حتكون منافسة، هي هيدي يعني أجيرو كانت عم بتجهزها لتكون هيدي تابعة للدولة. هي جاهزة كانت عم تعمل لها قيد التجربة. ليبون تيليكوم حين تنشأ ليبون تيليكوم حين تنشأ فيها تعتمد على الباز على هيدي الشبكة أو على أي تجهيزات تانية. ليبون تيليكوم لتاريخ اليوم ما أنشئت. في حدا سمى حاله أوجيرو تيليكوم؟ ما في شيء بالقانون. انه معلش ما أجيره مش من هلا، في عندها شوازات حكينا عنها مطولا. ما حدا بيجي بيفتح الموضوع عنا. حضرتك اثرتيها، انت حضرتك اثرتي موضوع، قلتي الشبكه الثالثه. عم حاول خبرك انه الشبكه الثالثه هي قضية ما يعني ما لها وجود يعني. هيدي عم لك أوجيرو تيليكوم، في أرمات بالشوارع مكتوب عليهم أوجيرو تيليكوم، في شيء بالدولة اللبنانية مستند رسمي قانون مرسوم صادر بيحكي عن أوجيرو تيليكوم؟ هي اسمها ليبون تيليكوم. ايه كرمال هيك عم لك أوجيرو تيليكوم هيدي شغلة مش موجودة إلا على الأرمات الموزعة. لهيدا السبب عم لك. طب ليه ما تم الاعتراض قبل؟ ليه ما تم الاعتراض قبل؟ ليش ما تم السؤال قبل؟ ليش وقتها كانت الحكومه قادره تكون مجتمعه ما نبحث هيدا الموضوع؟ ليش الامور بنتركها للاخر ونفرضها كامر واقع؟ انا في اكد لك كمراقب وكشخص
ثائبت انه متابع وزاره الاتصالات من 20 سنه لانه تعاقب عليها وزراء عندي علاقات فيهم قويه وبحكم شغلي كنت مضطر واكبها. في اكد لك انه هذا الموضوع مش ابن امبارح وفي اكد لك انه جرى السؤال عنه بس بالاعلام وقت اللي إيه بس يا استاذ حسن بالاعلام ما كان كتابة. في يعني اليوم ما كان في نقاش بالاعلام او يعني مواجهات اعلاميه وانتقادات لعمل اوجيرو اللي انا عندي كذا شغله يستحق أن تنتقد عن التوظيفات السياسية فيها وعن أمور كتير عم تحصل فيها. الكل الجميع بيسكت عنا والوزراء سكتوا عنا وما حدا بيحكي فيها وحتى الصراع داخلها لأوجيرو. يعني في كتير أمور بتنحكى عن أوجيرو بس ليش فجأة يعني بينطرح الموضوع كأنه قنبلة بتتفجر؟ مش بصير في نوع من انذار قبلها او بصير في نوع من تعاطي فيها؟ انا عم حاول اقول لك انه عشرات المراجعات حصلت بهذا الشان حتى لو ما طلعت بالاعلام ما بتلغي انه عشرات المراجعات حصلت. اما ليش انفجرت؟ انفجرت بكل بساطه لو ما العسكر يروح لهونيك يحتل المبنى ما كانت انفجرت بهذه الطريقه اللي انفجرت فيها. لانه حسب بيان اوجيرو انه مذكره من وزير الاتصالات رقم 1/58 بتاريخ 17/3/2011 قضت بفك جميع التجهيزات العائدة للشبكة الخلوية الثالثة وتسليم هذه التجهيزات لشركة MTC وذلك خلافا لجميع قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الصادرة في هذا الإطار. فشفة أوجيرو كلفت أوجيرو هي ما عندها صفة كلف الضابط الضابط بقوى الأمن يروح هو يحق الحق. شيء كثير حلو يعني فعلا هذا يعني انا اللي بدي اقوله انه يمكن في اداء من المطرحين كان طلع بيان هلا بهاللحظه طلع بيان رسمي من الجيش بيعلن تسلم مبنى الوزاره من فرع المعلومات. هل الطلب يعني طلب الوزير من الجيش كمان محق؟ يعني طبعا محق. طب ليش يعني اليوم بنقاش مع احد كبار الدستوريين بالبلد واللي كلنا بنفتخر فيهم كمان بيقول انه ما في له حق الوزير انه يطلب من الجيش؟ يعني اليوم الوزير بيروح بيحتكم للقضاء بشورى الدولة فيه بيقبل بالانقلاب الوزير. طب ما بيرجع بيعمل انقلاب على بيته وبيقول له سلامتكم اياها. ايه بس الاحتكام للجيش مش منطق. طيب؟ الاحتكام للقضاء بشورى الدولة في غرفة مذاكرة سريعة فيها تحكم والقوى الأمنية بتنفذ قرار القضاء. مش عم زيع سر إذا بقول لك إنه في شكوى تقدمت قدام القضاء اليوم. مش عم زيع سر. وين بشورى الدولة؟ لا مش بشورى الدولة لا بالقضاء المباشر لا بالقضاء. النيابة العامة. بس المرجع بالنزاع بالادارات المرجع هو شورى الدولة يعني إنه لا شورى الدولة انت برايك شورى الدولة اذا كان في خلاف اداري اما اذا كان في عمليه انا عم بحكي عن الخلاف الاداري قبل الواقعة اللي حصلت يعني انه طبعا مرجع مجلس شورى الدولة اما اذا كان في اعتداءات واحتلالات وتزوير وسرقه هاي بترجع للنيابه العامه مش لمجلس شورى. طيب برايك خلينا يعني نحسم شوي الموضوع. نحن عم نحاول نضوي على كل شوي التفاصيل بموضوعيه. هل الجيش اليوم باستلام وهذا المركز انحلت القصة يعني؟ حكما تنحل إذا عاد الوضع لطبيعته بمعنى أنه رجعت وزارة الاتصالات ممثلة بالوزير والمدراء العامين تبع الوزارة وكبار الموظفين. نعم. إذا بيقدروا يفوتوا على هذا المرفق التابع رسميا لإلهم وإداريا لإلهم وقدروا يعرفوا شو في جوا واخذوا القرارات اللي لازم تتاخذ بيكون وضع طبيعي ان شاء الله خير. انا بشكرك فشي طبيعي ما بيكون وضع رجع لحاله الطبيعي. شكرا لك. شو رأيك بالموضوع؟ الحقيقة أنه لا يمكن لوزير أنه يفوت على وزارة وينقل معدات ويحملهم على أكتافه وينزل فيهم. بحاجة إلى ناس عاملين وهذا يثير الشكوك. هذا حضرت طلب قانوني محق؟ حضرتك عم تقري أحد الأوراق. لا هو الطلب موجود يعني ما قدر حدا نكره يعني الطلب هو مفروض وزارة موجود. وزارة لا يحق للوزير ما يعني لا يحق للوزير يعني مع احترامي أنا ورأيي المتواضع واحترام للوزير لا يحق له نقل المعدات من شبكة خليوية ثالثة لتأسيسها وتركيبها إلى شبكة أخرى. مع العلم تقنيا لا يمكن بتاتا ربط معدات من الصين بمعدات تابعة أوروبيا. ليش؟ أقل شيء فيها هي البروتوكول لهذه الشبكات. هناك بروتوكول يختلف تماما ما بين الحكومة الصينية وأجهزتها وتركيبتها. مع العلم أن هذه الشبكة هي قيد مفروض أن تكون قيد التجربة وليس قيد التشغيل. ولما نقول قيد التجربة
معناتها يحق لكل الموظفين المختصين في هذه الشبكة أن يتناوبوا عليها للتدريب وللصيانة ومعرفة إمكانيات هذه الشبكة ومعرفة طاقات هذه الشبكة ومعرفة تبديل أجهزتها واستبدالها ونحط فيها السوفت وير اللازم والبرامج اللازمة. هذه مفروض تكون قاعدة تجربة، وهذا ما يسمى في علم مراحل تركيب الشبكات بالتست باد، وهذه تستمر عدة أشهر. ومش بس هاي، كمان مفروض هذه الشبكة أن يعني تشتغل بالتلازم والتزامن مع الشبكات الأخرى حتى نقدر نعرف إذا فيها أخطاء إذا فيها مشاكل حتى تتصلح. يعني مفروض الشبكتين الخلويتين يشتغلوا بالوقت ذاته، الشبكة الاتصالات الجديدة يعني مفروض هيدا تبقى شبكة ثالثة. هذا السؤال، مفروض تبقى شبكة ثالثة، مفروض تبقى شبكة ثالثة مستقلة، ولا شو عطتنا الحكومة الصينية هذه الهبة التي هي بملايين الدولارات؟ ما فينا ندمجها بالشبكة الثانية، هذا السؤال. ما فيك تجمع علميا وتقنيا وأجهزة تشتغل. تركيبة إلى شبكة أخرى. مع العلم تقنيا لا يمكن بتاتا ربط معدات من الصين بمعدات تابعة أوروبا. مستشار الوزير يعني الإعلامي. حضرته مستشار، خليني أكد على يعني الاعلاميين. حضرته مستشار، خليني اكد على الحيط. مجرد القبول بالدخول فيه، مجرد القبول بالدخول فيه، قبلنا نقول انه اللي بيطلع اشاعات والجهات اللي هي موصى عليها من الوزاره عم نساويها مع الوزاره، مجرد الدخول يعني؟ فيه قبلنا. ما عم نفهم، وضح لنا اكثر كيف يعني. قبلنا نفوت مجرد النقاش انه صارت محاكمه سياسات الوزراء وقراراتهم واجراءاتهم. هيدا اللي بدنا نرفضه نحن، هيدا اللي بدنا نرفضه. عبر العسكر وبتم عبر اجهزه. يعني انت ما اذا كان الوزير اخطا يتم هالمحاسبه عبر الاجهزه المعنيه والمولجه. انا ما عمول اخطا، عمول اذا ما نعمل تقييم للسياسات تبع وزاره الاتصالات عاده في مجلس وزراء في مجلس نواب في يعني الوزير. بس ما هلا في فراغ، يعني عندنا حاله فراغ. خلينا نقول الوزير مسؤول دستوريا وقانونيا هو يعني السياسات اللي بيرسمها وبيطبقها، مش كل واحد حدا بخبره خبريه بيجي على باله بصير بده يربي الوزير وبده يحتل المبنى. طيب يا استاذ حسن خلينا نحكي كل شيء، ما كل شيء عم بيصير بالبلد مخلوط ببعضه وكل شيء غلط. عم نقول انه نحن اوكي ما في حدا يقدر يبرر انه التدخل الامني بهيدا الموضوع بوجه وزير، ما حدا. ونحن تعرضنا بنفس الوقت لنفس الشيء، انه نحن طالعين بكل فريقنا لنسجل حلقه بسجن رومي منعنا من قبل المدير العام رغم انه عندنا قرار من القضاء. مش عم نحكي بهالموضوع بس كمان اليوم عم نحكي بالقلوب المليانه اللي هلا حكى عنا العميد. ما في قلوب مليانه، نحن ما فينا كمان نجي بس نحكي عن القصه بإطار المحدد، في خلفيات وفي تراكمات. بس انا بس بدي استوضح، هل كان مزبوط بنيه الوزير مثل ما اليوم سمعنا من الصحافي الزميل اللي متابع لهالموضوع محمد زبيب
انه كان ياخذ هالمعدات وينقلهم على الام تي سي، هيدا انا اللي بدي اقوله. اول شيء نقل معدات، نقل معدات بس في كان نيه من هالنوع. نعم بس ما معقول انه نقل جهاز يحمل جهاز وياخذه وزير، بيبعت عمال وبيبعت على التالي بيبعت موظفين ينقلوا معدات، شو هالمنطق يعني؟ ما ان كان محل الاستاذ زبيب او غير الاستاذ زبيب، مع احترامي للكل. لا بس بدي اياه بياكد يا ينفي يعني. بس انا حابب اقول لك شغله وحده بس يا ست غدا، انت بتلاقي انسيلي الظاهره الشاذه واللي انا عم سميه انقلاب اللي حصل. هل انت بتعتقدي انه من الطبيعي انه يكون في طابق كامل بوزاره بمبنى تابع للوزير قانونا؟ هيدا المبنى ما بيعرف الوزير شو المعدات الموجوده فيه وشو طبيعتها وشو عم ينعمل فيها؟ ما بيعرف؟ انا عم اقول لك ما بيعرف. انا بدي كفي. هل من الطبيعي انه هيدي الشبكه الصينيه اللي هي هبه واللي قرار مجلس الوزراء واضح انه كلف اجيره بتركيبها وللاجراء الاختبار لصالح وزاره الاتصالات؟ نعم. اذا هي مملوكه لوزاره الاتصالات. برايك انت امر طبيعي وسليم انه احنا ما بنعرف هيدي الشبكه اذا عم تشتغل كم خط موجود فيها وشغال؟ طيب. مين الناس اللي اخذوا الاجهزه وعم يتداولوا فيها وين وباي امكنه؟ برايك هذا السؤال؟ طيب. ليش متروك الامور لهلا؟ ليش متروك الامور؟ شو عم الوزير يعمل يا او شو قراراته؟ اسمعي بقى خليني كفي الفكره. ما انا بدي فوت من هيدا السؤال للسؤال اللي انت عم بتقوله. بس ضروري نعم. تعرفيها الام تي سي والله الالفا هن شركتين مملوكتين بالكامل للدولة اللبنانية الممثلة بوزارة الاتصالات. بس هاي شبكة ثالثة لها خصوصيتها. شو خصوصيتها؟ هي شبكة منافسة للشبكتين. ما هي حتكون منافسة، هي هيدي يعني أجيرو كانت عم بتجهزها لتكون هيدي تابعة للدولة. هي جاهزة كانت عم تعمل لها قيد التجربة. ليبون تيليكوم حين تنشأ ليبون تيليكوم حين تنشأ فيها تعتمد على الباز على هيدي الشبكة أو على أي تجهيزات تانية. ليبون تيليكوم لتاريخ اليوم ما أنشئت. في حدا سمى حاله أوجيرو تيليكوم. ما في شيء بالقانون. انه معلش ما اجيره مش من هلا، في عندها شوازات حكينا عنها مطولا. ما حدا بيجي بيفتح الموضوع عنا. حضرتك اثرتيها، انت حضرتك اثرتي موضوع، قلتي الشبكه الثالثه. عم حاول خبرك انه الشبكه الثالثه هي قضية ما يعني ما لها وجود يعني. هيدي عم لك أوجيرو تيليكوم، في أرمات بالشوارع مكتوب عليهم أوجيرو تيليكوم، في شيء بالدولة اللبنانية مستند رسمي قانون مرسوم صادر بيحكي عن أوجيرو تيليكوم؟ هي اسمها ليبون تيليكوم. ايه كرمال هيك عم لك أوجيرو تيليكوم هيدي شغلة مش موجودة إلا على الأرمات الموزعة. لهيدا السبب عم لك. طب ليه ما تم الاعتراض قبل؟ ليه ما تم الاعتراض قبل؟ ليش ما تم السؤال قبل؟ ليش وقتها كانت الحكومه قادره تكون مجتمعه ما نبحث هيدا الموضوع؟ ليش الامور بنتركها للاخر وبنفرضها كامر واقع؟ انا في اكد لك يا هذا، في اكد لك كمراقب، في اكد لك كمراقب وكشخص ثابت انه متابع وزاره الاتصالات من 20 سنه لانه تعاقب عليها وزراء عندي علاقات فيهم قويه وبحكم شغلي كنت مضطر واكبها. في اكد لك انه هذا الموضوع مش ابن امبارح، وفي اكد لك انه جرى السؤال عنه بس بالاعلام. بالاعلام وقت اللي كتابية. ايه بس يا استاذ حسن بالاعلام ما كان كتابة. في يعني اليوم ما كان في نقاش بالاعلام او يعني مواجهات اعلاميه وانتقادات لعمل أوجيرو اللي انا عندي كذا شغله يستحق ان تنتقد عن التوظيفات السياسيه فيها وعن امور كثير عم تحصل فيها. الكل الجميع بيسكت عنا والوزراء سكتوا عنا وما حدا بيحكي فيها، وحتى الصراع داخلها لأوجيرو. يعني في كثير امور بتنحكى عن أوجيرو، بس ليش فجاه يعني بينطرح الموضوع كانه قنبله بتتفجر؟ مش بصير في نوع من انذار قبلها او بصير في نوع من تعاطي فيها؟ انا عم حاول اقول لك انه عشرات المراجعات حصلت بهذا الشان، حتى لو ما طلعت بالاعلام ما بتلغي انه عشرات المراجعات حصلت. اما ليش انفجرت؟ انفجرت بكل بساطه، لو ما العسكري يروح لهونيك يحتل المبنى ما كانت انفجرت بهذه الطريقه اللي انفجرت فيها. لانه حسب بيان أوجيرو انه مذكره من وزير الاتصالات رقم 1/58 بتاريخ 17/3/2011 قضت بفك جميع التجهيزات العائدة للشبكة الخلوية الثالثة وتسليم هذه التجهيزات لشركة ام تي سي، وذلك خلافا لجميع قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الصادرة في هذا الإطار. فشفا أوجيرو كلفت، أوجيرو هي اللي ما عندها صفة، كلف الضابط بالضابط بقوى الأمن يروح هو يحق الحق.
شيء كثير حلو يعني فعلا. هذا يعني انا اللي بدي اقوله انه يمكن في اداء من المطرحين كان طلع بيان هلا بهي اللحظه طلع بيان رسمي من الجيش بيعلن تسلمه مبدا الوزاره من فرع المعلومات. هل الطلب يعني طلب الوزير من الجيش كمان محق؟ يعني طب ليش يعني اليوم بنقاش مع احد كبار الدستوريين بالبلد واللي كلنا بنفتخر فيهم كمان بيقول انه ما في له حق الوزير انه يطلب من الجيش. يعني اليوم الوزير بيروح بيحتكم للقضاء بشورى الدولة فيه بيقبل بالانقلاب الوزير. طب ما بيرجع بيعمل انقلاب على بيته وبيقول له سلامتكم اياها. ايه بس الاحتكام للجيش مش منطق. طيب؟ الاحتكام للقضاء بشورى الدولة في غرفة مذاكرة سريعة فيها تحكم والقوى الأمنية بتنفذ قرار القضاء. مش عم زيع سر إذا بقول لك إنه في شكوى تقدمت قدام القضاء اليوم. مش عم زيع سر وين بشورى الدولة؟ لا لا مش بشورى الدولة لا بالقضاء المباشر لا لا بالقضاء نيابة العامة بس المرجع بالنزاع بالادارات المرجع هو شورى الدولة يعني إنه لا 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 شورى الدولة انت برايك شورى الدولة اذا كان في خلاف اداري اما اذا كان في عمليه انا عم بحكي عن الخلاف الاداري قبل الواقعة اللي حصلت يعني انه طبعا مرجع مجلس شورى الدولة اما اذا كان في اعتداءات واحتلالات وتزوير وسرقه هاي بترجع للنيابه العامه مش لمجلس شورى. طيب برايك خلينا يعني نحسم شوي الموضوع. نحن عم نحاول نضوي على كل شوي التفاصيل بموضوعيه. هل الجيش اليوم باستلام وهذا المركز انحلت القصة يعني؟ حكما تنحل إذا عاد الوضع لطبيعته بمعنى أنه رجعت وزارة الاتصالات ممثلة بالوزير والمدراء العامين تبع الوزارة وكبار الموظفين. نعم. إذا بيقدروا يفوتوا على هذا المرفق التابع رسميا لإلهم وإداريا لإلهم وقدروا يعرفوا شو في جوا واخذوا القرارات اللي لازم تتاخذ بيكون وضع طبيعي ان شاء الله خير. انا بشكرك فشي طبيعي ما يكون وضع رجع لحاله الطبيعي. شكرا لك. شو رأيك بالموضوع؟ الحقيقة أنه لا يمكن لوزير أنه يفوت على وزارة وينقل معدات ويحملهم على أكتافه وينزل فيهم. بحاجة إلى ناس عاملين وهذا يثير الشكوك. هذا حضرت طلب قانوني محق. حضرتك عم تقري احدى الاوراق. لا هو الطلب موجود يعني ما قدر حدا نكره يعني الطلب هو المفروض وزاره التي لا يحق للوزير يعني لا يحق للوزير يعني مع احترامي انا ورايي المتواضع واحترامي للوزير لا يحق له نقل المعدات من شبكه خليويه ثالثه لتاسيسها وتركيبها الى شبكه اخرى. مع العلم تقنيا لا يمكن بتاتا ربط معدات من الصين بمعدات تابعه اوروبيا. ليش؟ اقل شيء فيها هي البروتوكول لهذه الشبكات. هناك بروتوكول يختلف تماما ما بين الحكومه الصينيه واجهزتها وتركيبتها. مع العلم ان هذه الشبكه هي قيد مفروض ان تكون قيد التجربه وليس قيد التشغيل. ولما بنقول قيد التجربه معناتها يحق لكل الموظفين المختصين في هذه الشبكة أن يتناوبوا عليها للتدريب وللصيانة ومعرفة إمكانيات هذه الشبكة ومعرفة طاقات هذه الشبكة ومعرفة تبديل أجهزتها واستبدالها ونحط فيها السوفتوير اللازم والبرامج اللازمة. هذه مفروض تكون قاعدة تجربة وهذا ما يسمى في علم مراحل تركيب الشبكات بالتست باد وهذه تستمر عدة أشهر. ومش بس هاي كمان مفروض هذه الشبكة أن يعني تشتغل بالتلازم والتزامن مع الشبكات الأخرى حتى نقدر نعرف إذا فيها أخطاء إذا فيها مشاكل حتى تتصلح. يعني مفروض الشبكتين الخلويتين يشتغلوا بالوقت ذاته الشبكة الاتصالات الجديدة يعني مفروض هيدا تبقى شبكة ثالثة. هذا السؤال مفروض تبقى شبكة ثالثة شبكة ثالثة مستقلة ولا شو عطتنا الحكومة الصينية هذه الهبة التي هي بملايين الدولارات ما فينا ندمجها بالشبكات الثانية. هذا ما فيك تجمع علميا وتقنيا وأجهزة تشتغل مثل إذا بتجيبي يعني ما فينا ندمجها لتقوية إذا بدك خدمات الجيل الثالث ما بحاجة قيل إنه الوزير بده يعمل هيك. يا عمي الأوروبيين صفوا بالجيل الرابع الامارات والخليج والدول الخليج صفت بالجيل الرابع ولا رح يصير بالجيل الثالث. مع احترامي كمان لمعالي الوزير. طب ليش ما في منافسين كمان بس ام تي سي والفا يعني هن بدهم يحتكروا المشكله انه مش انه اعلاميا يعني بنقول نحن بدنا نركب الجيل الثالث على شبكات الخليويه واشترينا المعدات اللازمه بس في عندك الانفراستراكشر تبعيه البلد
الانفراستراكشر تبع البلد لحديث هلا غير مهيئه وغير مواتيه لخدمات الجيل الثالث. ممكن تركيب الجيل الثالث في بعض الوزارات، في بعض الشركات، في بعض البنوك، ولكن ما ينتظر اللبناني انه على العشر سنوات القادمه انه يحصل على خدمات الجيل الثالث اذا لم يعمل الى اعاده تاهيل البنى التحتيه لشبكات الاتصالات وبالاخص شبكات الفايبر اوبتكس الالياف البصريه حتى تعم كافه الاراضي اللبنانيه حتى ان تصل الى كل منزل في منزل. طيب. فينا نقول يعني هذه الشبكه كان بامكانها اذا ما درب عليها يعني فريق عائد للوزاره انه تكون منافسه لالفا ولام تي سي. ما كل العاملين في الشبكات هن اللبنانيين. كل العاملين يعني بألفا بس بدل ما أن تتولى شركات خاصة وتأخذ أرباح تشغيلها يكون في تشغيل كمان من قبل الوزارة. يعني المهندسين اللبنانيين عندهم كفاءات وطاقات عالية بس كمان نحن عندنا مخاطر أمنية يمكن ما حدا عم بيعالى أنه نحن اليوم ألفا وين إلى امتداد؟ نعم وين امتداد لأنه ست غادة لأنه لما وضعت الشبكات الخليوية ما انوضعت وأخذت بعين الاعتبار الأمن القومي للبلد. طب نحن بدنا نحكي بشركة ألفا اللي إلها امتداد واللي فيما بعد وبعد أن جدد لإلها كانت انملكت من قبل أوراسكوم، وأوراسكوم إلها يعني فرع هائل وكبير جدا بإسرائيل، كيف بدنا نحن نطمئن لشركة عم بتشغل بلبنان وإلها فروع بإسرائيل وهيدا بده حلقة كاملة يعني صحيح. بالوقت صحيح. اللي بنجي بنحكي عن تنصت وعن يعني عم نحكي عن أمننا القومي طالما انه شركات عم بتشغلنا خطوطنا في إلى امتداد شئنا ام ابينا في إلى اتصال مع فرع ثاني شقيق لها باسرائيل. للتوضيح شبكات الاتصالات يمكن خرقها من اطراف عديده حتى في امريكا وفي اوروبا وفي شبكات البنتاغون والسي اي اي هناك اشخاص يعملون على خرق شبكات الاتصالات والشبكات المحليه للاجهزه الكمبيوتر، هذه موجوده بالعالم. ولكن هناك نحن بدل ما نترك هذه الشبكات سايبه لكل العالم مين ما كان يفوت ياخذ اللي بده اياه ويطلع، في درجات لحمايه هذه الشبكات ان كان على صعيد الاجهزه كمعدات او على صعيد البرامج كبرامج استخدام وخدمات الشبكات الخليويه. يعني انا بقول اذا تم تشغيلها من الوزاره بتكون اكثر امانا طبعا للامن القومي، هذا اللي عم بعمله. نحن بتتذكري حكينا بالمديره الاسكندنافيه اللي كانت بدها تتوقف وهربت في اخر صحيح. في اخر ما هي ما هو امتداد شركات الموجوده هون امتداد لدول ثانيه وحتى بداخل بالداخل الاسرائيلي حتى انه شبكات الالفا شبكه لبنانيه. ليش في استهتار بهالموضوع؟ ما بنشوف حدا بيحكي فيه. لانه الاسلوب والسياسه اللي انطلقت منها شبكات الخليويه اسلوب يبغى الربح وليس يبغى المصلحه المحافظه على أمن المواطن. مراعاه امن المواطن الشخصي ما راعوا بهالموضوع ولا راعوا الامن القومي. مشان هيك نحن اذا بناخذ مثلا شبكه اتصالات حزب الله اللي هي كل العالم تقول لانه يا عمي بده يحمي حاله جماعه، اذا عملوا شبكه مستقله صغيره بالاوديه وبالجبال وبالوديان ما بتتعارض مع الهدر العام وما بتتعارض مع التجاره والربح. يعني هلا صرنا كل حدا فريق بده يحمي حاله بشبكه يعني هلا لا 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 اسمحي لي اسمحي لي لا لانه هي هل الشبكه هل يعني يحاول فرع المعلومات يكون عنده شبكه خاصه له؟ هذا المفروض الجيش يكون عنده شبكه خاصه له، مفروض والامن الداخلي. بس انه نحن بنشوف بهيدي القراءه هيدا الشيء في بامريكا بالعالم بيسموه برايفت نتورك في بي ان. تمسك عم نقول فرع المعلومات بهذه الشبكه على هذا النحو، هل مقصود في انه يكون في شبكه خاصه له؟ يعني هذا اللي عم بساله امنيا. المفروض يكون في عنده شبكه طبعا، ولكن هذه الشبكه الى 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 قيودها وقوانينها. بس هي ما انطرحت كشبكه امنيه، هي انطرحت كشبكه تشغيل يعني تتشغل بعدين. هذه الشبكه مش لتشغيل تجاري بالوقت الحاضر، وليست هذه الشبكه لقوى الامن الداخلي، هذه الشبكه يجب ان تكون شبكه خليويه ثالثه متوازيه مع شبكتين الاخريتين العاملتين. ويجب ان تبقى، لا يجب ان ويجب ان تبقى لانه كيف بدك تخلق منافسه؟ ما نحن عم نقول اغلى اتصالات في العالم هي في لبنان، اغلى اتصالات في العالم.
تعالوا جيبوا لنا شركه ثانيه. هذه الشبكه بامكانها أن تخلق منافسه، مش بس منافسه بالاسعار، في الخدمات، اسوء خدمات، وان تكون تحمي الامن القومي لانه ما بيكون لها امتدادات بالخارج. اسوء خدمات في الاتصالات. صحيح. هي موجوده يمكن في لبنان. لازم نتابع هذا الموضوع، وخاصه لناحيه المخاطر الامنيه المترتبه على ان تكون شركه مشغله في لبنان والى فرع في اسرائيل. ويمكن بالفتره الاخيره الشبكات اللي كشفها فرع المعلومات تبين هذا الامتداد، يعني وكلنا بنعرف شو صار. نعم، وفي ناس توقفوا. حتى شبكات ألفا كانوا يدخلوا عليها من برا، من الخارج، من أوروبا، كانوا يدخلوا على الشبكات. نعم. اللبنانية ياخذوا المعلومات اللي بدهم إياها، يفبركوا الاتصالات اللي بدهم إياها. صحيح. يبعثوا رسائل اللي بدهم إياها، يخترعوا خطوط. صحيح. وهمية، يعني كان ممكن أي شخص يستعمل خطك وأنت مش مستعملتي. على كل حال لهذا الحديث يمكن لازم يكون تتم. أنا بشكرك حضرة العميد، يمكن استجد هذا الموضوع بحلقة الليلة وكان له مكان، لأنه الحلقة الكاملة اللي وعدنا فيها من سجن رومية ما تمت. برجع بقول يمكن أنا عبرت أنه في موضوع شخصي، أنا ما عندي موضوع شخصي مع حدا، بس موضوع مع البرنامج يعني. ونحن عنا عتب كبير على اللواء أشرف ريفي، لأنه نحن كنا أخذنا الإذن بالدخول. إذا كان اللواء ريفي ما بده إيانا نبين الصورة الحقيقية، نحن عم نقدر نبينها، وما حدا عم يقدر يكذب خبر عم بينقال ببرنامج الفساد. ورغم أنه البعض يحاول تلفيق بعض الشائعات وتصوير الأمور مثل ما صار بالحلقة الماضية، وأخذ علي حمودي اللي إجا لهون وهو عمره حوالي 21 سنة وطالع حكم براءة بحقه، أخذوه على تلفزيون المستقبل. أنا عندي هون كمان شوية عتب على محطة زميلة، مع أنه أنا مع أنه يطلع أي حدا يحكي اللي بده إياه، ولكن ما بيجوز أنه يخضع حدا للترهيب لحتى يرجع يطلع على محطة زميلة ليكذب اللي قالوا بهالبرنامج ويقول انه هو قالوا تحت ضغط معين. نحن ما بنرشي حدا وما بنضغط على حدا، ومنا بحاجه لنجيب ناس نضغط او عليهم او نرشيهم ليحكوا او يعطوا افادات عن الخلل الحاصل، ان كان بالقوى الامنيه او ان كان باي اداره او باي وزاره. واكيد نحن بنكون على مسافه واحده من الجميع عم نحكي عن الفساد اينما كان. في فساد بالقوى الأمنية، أكيد في فساد بالقوى الأمنية، ولازم يجب أن يعني تتم محاسبة كل الضباط والقوى والعناصر الأمنية الفاسدة اللي عم بيمارسوا فساد بسجن رومية وبكل المغافر. نتوقف بفاصل مع الإعلان ونرجع منروح نحن وياكم على سجن رومية. بليز بتعطوا خبر لحضرة العقيد أمر السرية إنه نيو تي في غادة عيد بدها تفوت تشوفه. نحن عنا كان إذن خطي من الرئيس ميرزا. صباح النور، كيفك؟ عنا إذن خطي نحن كان من الرئيس ميرزا إنه نفوت على السجن اليوم، وهيدا الإذن كمان أتأكد من العميد جبران وتحدد الموعد اليوم. هلا فجأة في منع، ما بعرف بدنا تبرير ليش المنع. لا مش في منع، الامر تبع المدعي العام بعد مش وصل لعنا، فبهذا الوقت نحن ننتظر امر لو يوصل لعنا. ما بعرف وين واقف او وين هذا. وفي عنا نحن هلا تعليمات مع العميد جبران، هو اللي اعطانا الاذن. نحن تعليمات خطيه انه ما في اي فريق اعلامي، يعني مش مقصود حضرتك او غير فريق اعلامي، انه ما في صحفيه بفوتوا اليوم على السجن. انه كيف نحن بناخذ موعد وبنعلن عن حلقه وبعدين بنتلقى هيك؟ هيدي شغلتنا. أنا مش اللاعب فينا في بشغلكم. طب ما فينا نشوف العقيد ليحكينا هالشي هو شخصيا؟ بصبر بليز ناطرين جوابك. يعني ما بعرف قديش، ليش بدها هالقد وليش بدها تفوت القصة بصدام وبمشكل ونحن عالنين عن الحلقة قبل؟ قديش انتم بتعطونا وقديش فيكم تخلونا نشوف؟ هيدا شأنكم بصير، بس انه نحن ننمنع نفوت بعد ما اخذنا قرار واذن من النيابه العامه ومن العميد قائد الدرك واعلنا عن الحلقه، هيدا صار انه كمان احتكار للاعلام.
الحقيقة إنه نحن مثل ما وعدنا الناس نخبرهم كل شيء بيصير معنا. نحن كنا أخذنا إذن من قبل برنامج الفساد من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وأيضا من قبل العميد قائد الدرك مع موافقته إنه ندخل على سجن رومية، وتم تحديد الموعد لنا الخميس، وبناء عليه تم الإعلان عن الحلقة إنه حتكون من داخل سجن رومية. وكان العميد جبران كمان وعد عبر الهواء بالأسبوع الماضي بخلال الاتصال معه، كل الناس اللي حضروا الحلقة سمعوه، إنه رح تفوت كاميرا برنامج الفساد وتصور كل المباني، وحكي عن الشفافية وحكي عن الطريقة الجديدة اللي عم يتبعوها، وعلى إنه هن عم بيعطوا كل المساجين حقوقهم. هيدا اللي صار، ولكن تفاجأنا نحن مبارح المساء انه في منع وانه في تعليق لقرار القاضي ميرزا من قبل اللواء اشرف ريفي. تم الاتصال مجددا بالعميد جبران، العميد جبران كان قال ما اجى شيء خطي بالمنع، ضلينا بين الاي واللا كل الفتره بعد الظهر لحد الصبح ما اجينا لا تاكيد بالمنع ولا تاكيد بالدخول. كان اللواء ريفي غايب عن السمع، كان الوزير زياد بارود غايب عن السمع، كان عم يتواصل معنا العميد سالم. اللي صار انه نحن اصرينا انه نحن معنا اذن وبدنا ندخل، وجينا الصبح ووقفنا على الباب. تم الاتصال بالعقيد خوري اللي هو امر سريه السجون، العقيد خوري منع الكاميرا انها تدخل، بيقول انه وردوا من المسؤولين عنه من القياديين، وخاصه يعني مقصود انه اكيد اللواء اشرف ريفي، لانه العميد صلاح جبران كان توجهه مع الزياره انه ممنوع ندخل نحن على السجن بالكاميرا. طلب مني انه ادخل وحده ودخلت وحده، واكيد ما كان الهدف لا انا اجي ولا اشرب قهوه ولا اشوف المكتب اللي مزين باللوحات المعروضه عن الشهادات التقدير اللي ممنوحه للعقيد خوري. ان شاء الله هالشهادات هي تخوله انه يدير السجن منيح. هيدا كله ما كان المقصود من الزياره، المقصود من الزياره كان نوصل صوت سجنا عم بيصرخوا دائما من جوا انه هن في منهم كتير أبرياء، إنه هن عندهم مشاكل بكتير أمور بحياتهم داخل السجن، عندهم مشاكل مع القضاء، عندهم مشاكل بظروف سوءهم للمحاكمات وبتأخير محاكماتهم، وكان يمكن نهجنا التركيز على مشاكلهم اللي عالقة بالقضاء أكثر ما إنه نصور داخل السجن شو فيه، لأنه نحن نقلنا صور كتير من داخل السجن، نقلنا صور الموت، نقلنا صور الجرحى. نحن كنا كمان عرفنا من قائد الدرك انه عم بيتم مبنى لقاعه لمحاكمه الاسلاميين، قال انه بتروحوا بتشوفوها. بعد ما شفنا شيء بده يتم انشاء مبنى، هيدا بده يطول سنه ونص وسنتين اذا مش بالامور الطبيعيه. فانا بقول لهم للسجناء الاسلاميين اللي كانوا كمان طالبين انه نزورهم وانه عندهم مشاكل حتى نعبر عنها، انه انا بعتذر ما قدرت زرتكم، بس انا جيت وما سمحوا لي اني زوركم، وانه بدي اقول لكم انه يمكن بدكم تنطروا بعد سنه او سنتين تتعمر القاعه، مش مثل ما قالنا الرئيس بري انه حتكون ممكن ينجاب قاعه مجهزه، عم بيعمروا القاعه، فانطروا والابرياء منكم صار لهم اربعه وبينطروا بعد سنتين تتبلش المحاكمه وسنتين تتخلص وبصيروا بيقعدوا 10 سنين ويمكن بعدين يطلعوا ابرياء. هيدا الشيء ما بيجوز، حتى انه تم تخويفي انه ممكن يتعرضوا لي السجناء بسكين، وقلت لهم انا ما بخاف وراح ادخل على السجن. كل هالامور وتمارست علينا وبالاخر ما قدرنا فتنا على السجن. نحن كنا حننقل الصورة الحقيقية، ما بدهم تنقل الصورة الحقيقية. كل شيء أنا صار معي برسم الرأي العام، وأنا بعتذر أنه الحلقة ما كانت من قلب سجن رومية، هي من أمام مبنى سجن رومية، هيدي الحقيقة. من نشط دولة الرئيس بري تاج رأسنا يا دولة الرئيس، في العقيد خوري ذبح لنا اولادنا ذبح جوا، حاططهم بالها ناس شريحة بس من طائفة وحدة، ذبح لنا اولادنا، عم بيمثل فيهم كيف فيلم الاكشن الامريكان، نفس الشيء عم بيعملوا فيهم. انا بحب ناشد رئيس الجمهورية، وبحب ناشد نبيه بري، وبحب ناشد وهاب وحسن نصر الله، لأن نحن من شعب
ما انا بهايم ليوقفونا هالوقفات هاي ومثل اللي عم نشحد وواقفين على باب روميا. نحن اولادنا كمان طالبينهم من الله مثل ما هن عند غاليين اولادهم عليهم، نحن اولادنا غاليين علينا كثير. بس ولو يا نبيه فري وين شعبك راح؟ دعسوه تحت جرايين يا استاذ نبيه، دعسونا بجرايين. ما عاد في عدله، ما عاد في رحمه، ما عاد في شفقه على الشعب. لوين بدنا نروح؟ من اللاجئ لوين بدنا اللاجئ نروح؟ ما عاد في محبه بقلب العالم. لك خافوا لله بقى، خافوا لله، كلتوا حق العالم. اول شيء انا ابني غلط والدوله عم تحاكمه، بس الدوله كمان غلطت مع ابني او وشت لي ابني بقلب صدره. اعطوني تقرير بالاول انه رصاصه طلق نار، رصاصه مش رصاصه مطاطيه، رصاصه عاديه طلقت له وخرقت له قفص صدره. وقت طلعنا جبنا التقرير الثاني من فوق من عند الحكم هو زيته، اعطانا تقرير ثاني انه هذه رصاصه مطاطيه ومش خرقت له صدره ولا اي شيء. وهدفي يعني التقرير هن عم بينقضوا حالهم، هو الدكتور نفسه. انا ابني له سنه لحد هلا ما نزلوه ولا اي جلسه، حافظ له ملفه بس بالاتهاميه، له سنه بالضبط ابني موقف، لا جلسه لا عند قاضي ولا اي شيء ابدا ابدا ابدا. كان هناك بعض الشكاوى وعبرنا عنها بالحلقة الماضية حول دور هذه الجمعية ومن يراقب عمل هذه الجمعية، وكنا عم نسأل قديش في جمعيات مسجلة بوزارة الداخلية، وهيدا كمان بين هلالين برسم معالي الوزير بارود. وبكل محنة السجون على مدى شهرين ما شفنا تحرك لهذه الجمعيات وأي دور. كان لابد من استضاح الأمور من الأب هادي عيا اللي هو مسؤول عن جمعية عدل ورحمة، واللي التقينا بمكتبه اللي هو قرب مبنى السجن الكبير في رومية. مرحبا. أهلا وسهلا صدقنا أبا عيا. أكيد نحن من حقنا أنه نسأل، وأنت من حقك أنك تجاوب وتوضح، ومن حقنا باسم الديمقراطية وباسم الحقيقة اللي يمكن أنتم كأباء بتدعوا لها. فقديش قدر جمعية عدل ورحمة تكون فعلي، لا سيما بنشوف انه الوحيد اللي عنده مبنى قرب سجن روميه، وشو عم تعملوا؟ نحن بنسمع عندكم امكانيات ونحن سالنا عن هذه الامكانيات، شو عم تعملوا انتم بالسجن وليش ما عم ببين اللي عم تعملوه؟ يعني انا اول شيء كنت بحب انه يعني نتحدث عن الجمعيه قبل ما ينحكى، قبل يمكن هيك قبل ما ينحكى، قبل انه شو. نعم. وين مصريات او خبريات يعني بدون مقدمات هيك فجاه بنشوف انه في حاجه بهالسجن. يعني لكن نفتخر باللي عم نعمله، يعني قلنا 12 سنه عم نشتغل. وقت بلشنا بطاوله صغيره قدام السجن، بعدين بلش الشغل يكبر. وقت بلشنا نشتغل ما كان في حدا عم يشتغل بالسجن. هلا مين عم يشتغل؟ وهلا صار في اكثر اشخاص، صار في جمعيات كمان غيرنا عم بتفوت وعم بتشتغل، عم بيكون كبير. ولكن موضوع انه كيف هالجمعيات عم تشتغل وكيف هيك، وين عم ببين شو؟ هلا الموضوع ما ببين بحلقه اعلاميه، الموضوع ما ببين بهالطريقه. بس ما يعني في صدى له من الداخل ولا من الاهالي ولا من، بس مش هيك بنبحث يعني الموضوع بيجي في اوديت معين، بيجي بيشوف الشغل، بيعمل اناليز. نحن على كل، بس بفوت حدا يسال السجناء 100% بيسال السجناء وبيسال اداره السجن. وزاره الداخليه بتراقب، وزاره الداخليه كمان بتراقب، بنبعث لها على طول نحن كل الريبورت وهيك. فاذا هيدا الشيء ما بيصير انه هيك يعني شو عم يعملوا انه شغله، بس انه اوكي كمان يعني كل مؤسسه فيك تقول لي تقولي عنا شو عم تعمل. لا يعني بس فيها تقول لنا انه عم بعمل هيك وهيك وهيك. طيب بتقول شو عم بتقول بس انه خلينا نحكي بطريقه ايجابيه مش بطريقه. تفضلوا شو عم تقدروا تعملوا؟ شو اللي عم نعمله بالنسبه لنا هو شغله كثير كبيره، لانه نحن عم ناخذ القطاع التأهيلي بقلب السجن يلي لحديت هلا الدولة غايبة عنه. شو هو يعني؟ لحديت هلا الدولة هي عم تقوم فقط بالحراسة الأمنية، كل شيء خير الحراسة الأمنية بعد ما عندها أي جهاز الدولة. كيف الدور التأهيلي يعني؟ الدور التأهيلي هو متقسم عدة أقسام، عندك الدور الاجتماعي، الدور الحقوقي، الدور النفسي، والدور الصحي. يعني لكل الناس؟ لكل الناس. أنتوا قديه عندكم فريق؟ فريق العمل نحن عندنا 50 شخص مهنيين يتقاضوا أجور مهنيين. يعني في ميزانية محترمة؟ نعم في ميزانية محترمة. الرهبنة الأنطونية هي بتمولنا، في أفراد بمولونا، في عندنا مشروع زراعي بيشتغلوا كمان في المساجين من بمول. فينا نعرف البادجت أو الميزانية قديش إنه بتصرفوا بهالتمويل هيدا اللي بتتمولوه؟
نعم. قديش عندكم مصروف لهالعمل بتقوموا فيه داخل السجن؟ البادجت السنوي تقريبا نحن بال بال بالمليار يعني. مليار نعم. يعني حوالي 700 مليون دولار. نعم. 700 ألف دولار. ومش هون القصة، القصة مش بالمصاري، ولا مرة المصاري هي كانت عائق، إنما القصة بالمهنية، القصة بالرسالة اللي عم نقوم فيها، وهذا البعد الأهم. عم تقدروا تدخلوا على كل المباني؟ نعم نحن عم نقدر نفوت على كل المباني، وعندنا فرع عمل بكل المباني، وعندنا شغل مهني، مشان هيك يمكن ما بيطلع كثير لبرا، لأنه الشغل هو في له خصوصيته، يعني في عندنا عم نشتغل بالخدمات أول شيء، كل شيء خدمات مع الأشخاص اللي عندهم بالناحية الاجتماعية بحاجة لاتصالات مع أهلهم، بحاجة لمصالحة مع الجاني، بحاجة لأشياء مادية. في كتير بيجوا على السجن ما عندهم حدا، ما حدا بيزورهم. تدفعوا كفالات عن الناس؟ ندفع كفالات، هيدا بالجزء الطبي، يعني عندنا 10 محامين. هل بتفرقوا بين طائفة وطائفة؟ أنتم هل معنيين فقط بمساعدة المسيحيين بالداخل ولا ما في عندنا؟ نحن جمعية مدنية، نحن شغلتين ما بنسألهم، ما بنسأل شو دينك ولا بنسأل شو تهمتك حتى. نحن بيهمنا الإنسان انه هو يرجع يتاهل داخل السجن. الرعايه اللي عم يسمعنا هلا بقول لك ليش في مشكله اذا في هالقد رعايه من قبل جمعيه هالقد عندها امكانيات؟ نعم. عم تحكي عن امكانيات. نعم. جيده. نعم. طيب وشغلنا ليش هالقد مش بس بقلب السجن الرومي، في هالقد التخبط وزي ما زال في مساعده اجتماعيه، التخبط والياس وعدم التفاهم. إيه؟ والمخدرات الحاجه هي تشطيب النفس وليش الحاجه هي كثير كبيره وبتتخطى موضوع جمعيه. هذه الحاجه بدها دوله تقوم فيها، بده يكون في رؤيه واضحه للموضوع. ونحن شغلنا مش بس بسجن رومي، نحن بالنظرات توقيف كمان، نظرات قصور العدل خلصنا هلا نية ترميم، نظارة قصر عدل بعبدة هلا بنبلش نظارة بمطرح قصر عدل. خلينا نكون كثير يعني صادقين. نعم. بمطرح ما بتلاقوا حالكم انه، عفوا على التعبير، وهيك ما بتلاقوا حالكم انه وكأنكم شهود زور انه ما تنقلوا واقع السجون كما هو؟ لا نحن عم نقول سابقا صدق، نحن عم نقول الحاجات كثير كبيره، واللي عم نعمله بعده هو مقصر جدا بالنسبه للحاجات. بس ولا مره عملتوا مؤتمر صحافي وقلتوا انه قديش في ناس بحاجه لمساعده؟ لا نحن دائما بنقول قديش في ناس يعني يعني عم بتعاني من، وقديش في مخدرات بالداخل عم تتدخل بطرق او باخرى. نحن دائما بنقول انه في شو في وجع، شو في خلل، بس ما بنعمل مؤتمر صحفي وبنشغل هالموضوع، ولكن نحن دائما بنقول باحاديثنا شو في حاجات، وبنبعث رابورات للدوله شو في حاجات. طب هل ولا مره شفناكم استلمتوا ملف بالقضاء في هالقد غبن؟ نحن بلا بنستلم ملفات بس ما بنطلع بالاعلام، يعني نحن بالنسبه لنا الانسان هو انسان يعني عنده رهبته وعنده احترامه، ما فيني انا اطلع فيه. بس ما الانسان هو خلال اتصالاته معنا عم بيصرخ صرخه استغاثه من الداخل، وكانه ما في حدا عم يهتم. في ناس ايه، في ناس ما بنوصل له، في ناس بنوصل له. ليش ما بتوصلوا؟ يلي بنوصل له ما راح يتلفن لك، لانه وصلنا له. ليش ليش في ناس ما بتوصلوا لهم؟ هل في موانع من قبل اداره؟ لا لا مش موانع، في الحاجات كبيره ما بنقدر نوصل لكل الناس. هل قد الحاجات كبيره؟ حاجات ايه الحاجات، يعني هل كل حدا بالسجن بده شخص تيساعده؟ يعني عم نحكي ب 50 شخص بس من جمعيه عدل ورحمه، علما انه في المرشديه العامه للسجون، وعلما انه في كمان من المجلس الشيعي الاعلى مشايخ عم تدخل، ومن كمان الطائفه السنيه الكريمه في كمان مشايخ عم تدخل للمساعده. اذا ما نحكي اصلاح شخص، شو عم نحكي نحن؟ لا لا كلهم هم بكفوا. اذا ما نحكي اصلاح، قلتي شيء، كل شخص بده شخص يساعده، لا اكثر من شخص بده يساعده، لانه كل شخص عنده بعده النفسي، عنده بعده الصحي، عنده بعده الاجتماعي. بس كمان اللي عم بيساعد يكون عنده طاقه يقدر يساعد اكثر من عدد من الاشخاص. عم بيساعد يعني عندي الاكيب ملتي ديسيبلينير اللي عندنا، كل شخص اوقات بيشتغل معه 5 اشخاص، البسيكولوج بده يعني يشتغل معه، الممرض بده يشتغل معه، الحكيم بده يشتغل معه. ما بتلاقي انه اذا في اشخاص بده نعلمه، يعني كل شخص بحاجه لكثير. ما بتلاقي برعية اذا في اشخاص هالقد مساعدين واشخاص لا تصل اليهم المساعده، هيدا حيخلق كمان نوع من النقمه ده بالداخل. هلا يمكن الشخص ما يوصل له كل المساعدات، بس بضل يوصل. نحن بنشغل بريوريتي، يعني يلي بحاجه اكثر قد ما فينا. هل بكل خطواتكم تنسقون مع اداره السجون؟ نعم بننسق مع اداره السجون. واذا كانت اداره السجون يعني هلا عنينا مشاكل كثير، اوقات بيجي مدير سجن اللي اجوا السابقين، يعني ما بدي سمي، انا ما بحب سمي، اكيد ما كانوا متعاونين. ليش؟ حسب ما طالما انتم بتساعدوهم عندهم في مستويات اوقات، لانه هن اول شيء منهم مؤهلين لاداره السجون قوى الامن،
وما عندهم البعد التأهيلي والبعد اللي لازم يشتغلوا فيه، وعندهم مشاكل جمه واجورهم. انت عم تدخل على كل المباني برعاية، عم تدخل على كل المباني بالداخل؟ نعم على كل المباني. طيب. نحن وقت صارت الانتفاضه من على مبنى المعلومات ما بندخل عليه. طيب هلا بنحكي عنه. وقت اللي صارت الانتفاضه نحن نقلنا صور، يعني صور فظيعه من يعني حاله الموت اللي شفناها عند روي عزار، السجين. نعم. روي عزار. نعم. وكن اللي فجرت صدره، وحتى حالات الجروح اللي اصابت ما شفناكم حكيتوا عن، يعني استنكرتوا يعني او شجبتوا التعاطي مع مساجين جوا بالداخل يعني بطريقه وحشيه، ونحن كل العالم شغال. كل واحد لازم يعمل شغله، يعني يمكن حضرتك عم تقومي بشغل، غيرك بيقوم بغير شغل. بس انتم شفتوا هالشيء، تألمتوا؟ كل واحد، نحن ما كنا جوا، تألمتوا لهيدا المشهد؟ نحن تألمنا، هل تألمتوا لهيدا المشهد؟ نحن متابعين وكنا للرأي. حدا قال انه انت كنت واقف وقت المغاوير كانوا واقفين ومنيمين عدد من أنا الاشخاص وصلت وعم يضربوهم. انا وصلت وشفتوا نايمين وتصرفت مثل ما لازم اتصرف، يعني انا مني شخص بطلع على الاعلام حتى دين واعمل، كل في غيري بيشتغل هالموضوع، انا تصرفت رحت. طيب. حكيت مع الاداره، لحظه، رحت حكيت مع الاداره قلت لهم هول الاشخاص ما بيصير يبقوا هون، ونشيلوا الاشخاص انفيتوا لجوا، شفنا الاشخاص يلي بحاجه لادويه بذات الوقت وعيطنا لهم من المطوق وجبت لهم ادويه. بس كان في ناس كثير ما عم توصل لهم. مزبوط، بس حاولنا قد ما فينا، كان ظرف استثنائي. طيب. اشتغلنا بهالظرف الاستثنائي. طب لماذا يعني اليوم ستغادر صار العقاب؟ هل كان يجب ان يتم العقاب والاقتصاص من اللي كانوا عم ينتفضوا؟ الا يحق للانسان وهيدا بمشروع بالاعراف والاديان ان ينتفض على ظلم يصيبه، ان ينتفض على عدم اعطائه حقوقه؟ ليش صار هلا ويتم هلا حاليا ضرب مساجين ووضعهم بالمباني اللي انتم ما بتفوتوا عليها ومنهم مبنى المعلومات؟ يعني هلا في 50 شخص موضوعين لهم شيء حوالي الجمعه او اكثر عم ينضربوا وعم يتعذبوا، موضوعين بالانفراد. انا اذا كان في ضرب اكيد انه انا بدي انضرب، وانت بتعرفي نحن بس أمين. ما عم تنفي وجود الضرب. نحن يعني بمشروع، نحن قايمين بمشروع ضد التعذيب، مش بس بالعنا، وعندنا ملفات كثير كبيره للتعذيب عم نتبعها، ولكن نحن ما بنتبعها فقط بالاعلام. هل تعتبر انه هيدي وسيله صحيحه هلا امر ساري جديد يتبعها بهذا الضغط القوي؟ ما بعرف التعذيب. ما بعرف اذا في تعذيب، انا ما بعرفهم، اذا كانوا بالمبنى الثاني اللي انا ما بفوت عليه ما بشوفهم. بس في ناس بالمبنى الثاني مش موجود، يعني انا مطرح ما موجود الحالات التعذيب اللي عم تجي عم نتبعها ونشتغل فيها. طيب شو هي، كيف حالات التعذيب من الناحيه النفسيه؟ كيف حالات التعذيب عم تجي؟ عم تجي اكثر شيء حالات تعذيب من تحقيق من خارج السجن مش داخل السجن. هلا وقت صارت المعركه بقلب السجن كل المعايير بتتغير. ليه؟ لانه صار في حالة أمنية، وصاروا القوى الأمن بحالة دفاع عن ذاتهم أيضا. ومشان هيك إذا لاحظتي حضرتك وطلعنا نحن على الإعلان وحيينا التحرك السلمي للسجناء، وهيدا الأهم بالموضوع. وشفتي إنه التحرك يعني هلا صار السجين بده يستوعب السجان؟ ايه، انه السجين عم بيستوعب السجن اكثر من السجن عم بيستوعب السجن. كلنا بنستوعب بعضنا. طيب معلش برعية، خلينا نكون كثير هيك شفافين ونحكي الحقيقه مثل ما هي. نعم. اليوم انت وقت اللي بتفوت لعند المساجين قديش بتلمس، اذا هيك شوي بدك تعمل لنا عمليه حسابيه، في نسبه ابرياء داخل السجن وانت حتقدر تكتشف؟ بالنسبه لنا العدد الابرياء هو كثير كثير كبير، خصوصا بالظروف اللي هن عم بيعيشوها، وخصوصا بظروف القضاء يلي موجود، وبنعرف كمان الظروف كمان السياسيه الكبيره والتدخلات. طيب. السياسيه. مين مسؤول؟ مشان هيك بنقول انه في ناس مظلومه. مين مسؤول عن ادخال حبوب مخدره ممنوعه بالاديان وممنوعه بالقانون وتدمر الانسان وفوق تدميره داخل السجن يدمر ايضا، من مسؤول عن ادخال هذه الحبوب؟ بدرجه اولى مسؤول الدوله، لانه هذا المكان هو بامره الدوله، ضروري الدوله تكون سهرانه عليه، كل ما يحدث داخل السجن هو مسؤوله عنه الدوله. ومسؤول عنه اول شيء يلي هن بالحكم، وثاني شيء يلي هن عم بيديروا السجن يعني قوى الامن، وبعدين كمان نحن كمان مسؤولين بطريقه او باخرى. هل هالقد بتلاقوا يعني هالحاله اللي متفشيه من المخدر؟ حاله خطره جدا.
خطرة جدا. نعم. هل تهدد يعني انفجارات معينة؟ هل هي لا. سبب الانفجار السابق؟ كيف حالة السجناء بس يكونوا اخذين حبوب؟ هل في نوع من الكوكايين اللي هو يعطيهم نشاط زيادة او هو مخدر ليناموا او لحتى يستسلموا لواقعهم الأليم؟ انا بقول انه مش قوى الامن هي اللي عم بتفوتوا بي يعني بس في حالات تحقيق مع درك. مزبوط مزبوط. في درك رح تحقق معه. لا بس بدي اقول انه في افراد مش نهج اكيد. مش نهج هذا. في افراد ممكن انه هيدا بس في عدم اكتصاص منه. في اكثر من 15 و20 شخص من قوى الامن اللي هن عم بيتابعوا لدى القضاء، هي موضوع اخر. الفساد هو متفشي بالكل يعني مش بمطرح واحد. ولكن اكيد انه في تجار ماهرين جوا يعني. والموضوع ليش ما بيتم عزلهم بمبنى لحالهم؟ اكيد اكيد في حلول كثيره. ليش؟ وبعدين في كمان مش تجار، في ناس كمان مرضى بالمدمنين او بدهم علاج، مش لازم يكونوا حتى بالسجن يعني. احكامهم تجاره وهن صغار عمرهم ايه وحكي. وفي كمان خضار دغري بيعطوا 5 سنين لواحد انه بعده عمره 21 سنه بيصير تاجر كثير كبير، وهيدي كمان من الاشياء اللي نحن بتألمنا وبنقول انه هن صاروا ابريض فعلا. طيب هل السجناء الاسلاميين انتم بتطلوا صوبهم لانه هن عندهم جناح خاص وعندهم حاله خاصه ينتظرون من دون محاكمه 4 سنين، هلا اللي عم ينحكى ببناء قاعه بدها تاخذ لها سنه سنتين، وبعدين بس تبلش المحاكمه سنه سنتين، يعني حيمرق عليهم يمكن 10 سنين. نحن ما بنستثني. هل جائز هذا الموضوع؟ ولا نحن ما بنستثني حدا من شغلنا، ونحن والاسلاميين كمان عندنا شغل، عم نشتغل نحن وياهم بالبرامج الرياضية وبغير برامج، عندنا أساتذة رياضة بقلب السجن ومتعاونين نحن مع كل السجن اللي موجودين. وأكيد بالنسبة للإسلاميين نحن كمان منطالب إنه ما إلنا حق نخليهم هالقد مدة من دون حكم. نحن مش بس إسلاميين، في غيرهم كثير كمان من دون أحكام، بس أنا لأنه يعني معمم إني مجموعة معروفة. نحن بالبرنامج عم نروح بالقضية نحو الحلول وإيجاد الحلول. وأنا يعني توجهنا إلى الرئيس الحلول أكثر ما أنه هو بس إذا أنت ما بتصور الحقيقة ما فيك يعني تستنفر الحلول، لأنه الحقيقة هي ما بقى تتحمل تأجيل. نحن يعني توجهنا عند دولة الرئيس بري وشرحنا له الموضوع واستنفرناه لعقد جلسة مجلس نواب كهيئة عامة لإراحة السجناء ببعض الأمور اللي هي السن السجنية، وممكن أنه عم ينشغل على تشريعات تانية. شو بتقول اليوم للرئيس بري ولا الباقي السياسيين ومن دون أهداف سياسية طبعا، أهداف إنسانية بحتة، شو بتقولون اليوم إذا تأخرت الحكومة حتى تتشكل، وإذا تأخرت انعقاد المجلس النيابي؟ هل تحذرون؟ هل تنذرون من وضع خطير؟ أنا أقول أول شيء نحن لو كنا بحكومة تصريف أعمال لازم تتصرف الأعمال يعني، وخصوصا أن حقوق الإنسان هي تعلو عن كل مشاكل السياسيين الصغيرة والمصالح الصغيرة والمناكفات السياسية. ضروري جدا أنه الحلول يلي بلشت توضح والتحرر خصوصا السلمي اللي عم يقوموا فيه السجن اللي قاموا فيه واللي تعودنا نحن وياهم، ضروري انه يعطي نتيجه، وشفنا انه صار في بعض النتائج، صار في تحرك جيد. بس موعودين واذا الوعود ما نفذت ضروري انه يتابعوا الاشخاص. بس بعد في كثير سياسيين مكتفين ايديهم ما بدهم يشتغلوا، معتبرين القصه لفلان. طب ما قديش اجى لهون من لجان حقوق الانسان النيابيه وحكوا كم كلمه وفلوا ونسيوا كل شيء يعني، وهذا اللي عم بصير. هيدا ضروري جدا انه نحط ايدنا على الجرح، وبظن انه رح يصير في حلول. نحن متفائلين، نحن كجمعيه عدل ورحمه باللي صار، اكيد صعب والله يرحم القتلى وكل اللي صار يعني. بنعتبر انه السجناء خصوصا بتحركهم السلمي فيما بعد قدروا وصلوا صوتهم. طيب. ومنعتبر انه هلا من بعد ما خصوصا نشيل كل هالسلاح اللي كان موجود والحديد والسيوف والخناجر، وتصوري انه مثلا واحد اخذ مخدرات وحامل بايده سيف. طب كيف كانوا عم بفوتوا هول كلهم؟ طيب كانوا في اشياء تصنعت بالمصنع جوا. طب ما من اول انتفاضه انسحبوا على اساس لا ما كان، ما صار في تنبيش مصنع. هلا خلص وبعد في بعد لا بعد ما نضيف بعد في سؤال. هل انه بعتبر انا اذا فعلا صار في تعاون مع قوى الامن ومع السجناء ومع جمعيه اهليه ومع حتى الاعلام ومع الكل ومع السياسيين، تعاوننا كلنا سوا مع بعضنا بشكل بناء، بنقدر نوصل لنتائج. شو برايك اليوم ليش منعت كاميرا برنامج الفساد رغم انه كان في سماح لها باللحظات الاخيره تم المنع؟ ليش قولتك وخليك كمان صريح معنا برعية، شو اللي خايفين منه انه نصوره جوا؟ انا بدي اكون صريح صراحه قلتي لي
أول شيء أنا ما عيش خبر بالقصة. لا لا بس إنه يعني كان في موافقة وتم تعليقها. ليش شو خايفين إنه نصور جوا أكثر من المشاهد اللي نحن بيناهم؟ شو في بعد؟ هني بصراحة اعتبروا أو بشكل عام طريقة الحديث لبرنامج الفساد بهالطريقة عم بيخلي السجناء اللي إنه يرجعوا ينتفضوا عن الجديد ويرجعوا يعملوا تحرك غير سلمي. مشان هيك طب ليش وين كانوا قبل؟ يعني ليش الرئيس ميرزا وافق أو العميد جبران وافق؟ يعني ما كانوا حاسبين هالحسابات إنه ليش هلا ليش وافقوا ورجعوا؟ يعني ليش الكاميرا هي صعبة إنه تفوت؟ ما فاتت كاميرا الـ NBN، ما فاتت قبل كاميرا الـ NBN. نحن إذا بدك تفوت كاميرا تصور سجين، لا الـ NBN ولا حيلا هيدا، نحن ما بنقبل كحقوق سجين يتصور وجهه أصلا. طب ليش فاتت الكاميرا؟ وللأسف إنه فاتت كاميرا وصورت وجوههم للسجناء، ونحن كنا مفكرين إنه بده يخبون وجوههم، صوروا له وجوههم، وهيدا حقه للسجين إنه ما يطلع. بس ما نحن عم يطلعوا لعنا بعد ما يطلعوا من السجن إيه؟ وعم بيعطوا افادات. بعد ما يطلع هو حر، أكيد هو مسؤول يعني عن ذاته، هو رح يكون في سؤال له اذا بحب يحكي بس لو او لا. لو بتعرف قديش في سجناء تخربطت حياتهم بعدين بس لانه هلا من جمعتين لهلا عرفتوا انه صار في سجناء تخربطت. لا قبل لانه في غيركم كمان بيطلعوا بياخذوا السجناء، كانوا لا ما حدا كان عم بفهم. بلا في برامج طالعين السجناء وسجناء كتير تخربط حياتهم، ما عودوا لقوا شغل، الناس تهرب منهم. قالكم هالقد على السجناء؟ ما هن بيجوا لعنا. ضروري نحن اللي بيجي لعندكم عظيم كثير. ايه بس انت بتقول انه هيك صار يعني خاص. ليش انه صار في هالمنع للكاميرا؟ هل في حاله مزريه جوا يعني اليوم خايفانين الكاميرا تلقطا او انه ما قادرين يعملوا حدود للكاميرا ببرنامج الفساد؟ قدروا عملوا بمطارح تاني ولا شو؟ ما بعرف هيدا السؤال بتساليهم لإلهم. بس على كل حال انا بدي اشكرك الاب هادي عيا، ونحن دائما ديمقراطيين وبنحكي كل شيء، بس ولكن كمان بنسجل كل شيء للاجابات اللي بتورد على الحلقه. ونحن اذا بدك شيء بتسالينا لإلنا قبل ما تطلع الاعلام وتقولي شو بيعملوا ومش عم يشوفوا للفرق. لا يمكن لو ما حكينا ما رجعنا اخذنا الجواب، بس بالنهايه اللي ضميره مرتاح ما بيعتل هالشيء. انا جايه لهون وكان في اشاعه عم تتروج انه نحن دفعنا لشخص طلع معنا بالحلقه الماضيه تروج داخل السجن ليهدوا السجناء انه ما يتفاجئوا انه نحن ما فتنا لعندهم، ومرقت علينا مرور الكرام لانه نحن بنعرف شو نحن يعني. شكرا لك. هيدا اللي صار معنا بسجن رومي، عم ننقل كل شيء بكل صدق وبكل أمانة، وصدقوني منا بحاجة لأنه نجي نحكي أي حدا ليطلع بالبرنامج. نحن عنا لائحة انتظار لطالبين الكلام ببرنامج الفساد لأنه ما عم بقدينا الوقت. وأنا ما بلوم علي حمود اللي عمره 21 سنة وما بعرف لأي ضغوط تعرض لها ليرجع يطلع على شاشة تانية ويغير إفادته. علي حمودي نحن ساعدناه بأنه ترسل لإله خلاصة الحكم، والشاهد على هذا الموضوع القاضي عمر حمزة اللي مشكور ساعدنا لننقله بسرعة خلاصة حكم البراءة لعلي حمودي على سجن رومية، مش مثل ما تروج أنه هو مجرم بغير أمور، لأنه ما كان طلع، هو طلع من السجن فورا وقت وردت خلاصة حكم البراءة. وإذا كان حدا بده يصطاد بالماء العكر لتصوير أو لتشويه سمعة برنامج الفساد، سمعة برنامج الفساد هي فوق كل الشبهات، ومنا بحاجة أبدا إلى أي شهادات بهذا الإطار. ولكن وجب علينا أن نرد. وقت اللي أنا طلعت على رومية وسمعت الخبرية فكرت إشاعة على أساس أنه الزميل المستقبل ما بتلجأ لهالأساليب هي، ولكن أنا برجع بقول كان غير محطات أشطر بتظهير بعض الصور التي تريد الاقتصاص من البرنامج. هيدا البرنامج رح يبقى لكل الناس. إفادة جديدة رح نسمعها هلأ من هادي زعيتر. هادي زعيتر كمان
أخذ حكم براءة بعد 3 سنين. هذا زعيتر كمان عم يحكي وبصدق عم يحكي وغيره 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 رح يضلوا يحكوا ببرنامج الفساد، شاء من شاء وأبى من أبى، هيدا صوت الناس. خلينا نسمع هادي زعيتر وبنختم الحلقة معه. أنا جاي أحكي عن ست غادة لأنه أنا يعني ارتحت لهالبرنامج كتير، أنه عم يوصل حقوق العالم، يعني في عم وصل صوتنا عن طريق هذا البرنامج. أنا واحد من المسجلين حكمت بعد 3 سنين حكمت براءة، يعني نمت 3 سنين بالسجن وأنا كل ما نزلت جلسة بقول له، قلت له لحضرة القاضي نزار خليل، قلت له كل ما أنزل لعنده أنا بقول له إنه أنا ما لي علاقة فيها، فهو بيقول لي روح روح هلا روح روح هلا، كل جلسة بنزلها لعنده بيحكيني نفس القصة هي، كل ما أقول له أقل تأجيلي 4 أشهر و8 أشهر، هاي أقل تأجيلي. وشو وكتير كتير مثلي، أنا جاي أحكي مش كرمال، يعني أنا جاي أحكي كرمال المساجين اللي فوق، يعني بعد في كتير شو بدك، يعني مظالم في هناك جوا بقلب السجن، في قصص يعني بتشيب إذا حدا بيسمعها. أنا توقفت كنت طالع مع شاب صاحبي بالفان، طالع رايح معه مش إنه رايح يوصلني بس لجيب فان، يعني هو سارق ما بعرف شو سارق. أنا رايح عم بدي أنزل بدي أجيب فاني، إجت لينا دورية مكافحة الإرهاب، نزلوا لينا على أنا قربت إنه واقف على الحساب عم بنزل إنه أنا ما لي علاقة فيه، شو إجوا أخذوني معه، ليش؟ لأنه بسأل بيعرف اسمي إنه اسمي هادي، أخذوني معه لفوق على التحقيق والقاتل وما بعرف شو، ما اعترفت على شيء ولا لي علاقة بشيء لأعترف، ولا معي خبر إنه هو سارق من عنده، سرق لهم سيارة ما بعرف شو. ومحاولة قتل تانية كمان ما إلي عليها، كلهم على القاتل مشان يعملونا عصابة، هن 2 اللي سارقين وهن جودك كمان 2 اللي مقوصين، مشان يعملونا عصابة نحن كنا، قاموا حطونا كنا مع بعضنا، يعني مشان والله 2 هو مش عصابة. نزلنا لعند القاضي لتحت بروني كلهم، يعني الشباب كلهم قالوا إنه ما إلي عليها، ومش بس أنا، في معنا بعد 2 3 كمان ما إلهم عليها، بدهم يدفعوا ياخذوا مصاري، بس واحد عنده واسطة ودفع مصاري، إيه هذا بياخذوه على الجلسة دولي. مستحيل بيعذروا كل العالم كرماله هو. صار بعرف شاب صار له 1.5 سنة تقريبا صار لحديت هلا، ناطر بس جلسه وحده، وكل ما اجت جلسته شوي بيعذروا، كل ما اجت جلسته بيعذروا، مش واحد كتار يعني ما بينعدوا. صار واحد مريض لنقول بده يعيط لدركي يجي ياخذه يطلعه على الصيدليه، بيرد عليه الدركي بعد 3 4 ساعات، اذا رد عليه بيقول له شو بك؟ بيقول له في الزلمه مات اه، بيقول له بس يموت عيط لي لاجيب لك احرام تلفه. الاكل اللي بفوت لجوا ما حدا بياكله، مستحيل الا اللي ما له حدا منه يمكن، وما حدا وما بيصير له ياكل يمكن ياكل منه هذا الاكل، وبينما تبقى كله للكبير. يعني اذا لو اني جايب معي الصور اللي كنت صورها، يعني الصور مش حتطلع ريحه الاكل كمان، والحبوب والسكاكين وشو ما بدكم هناك جوا المساجين، في نصهم كانوا يحبوا لرامي رحال بس كرمال انه بيفوت لهم الحبوب، والنص الثاني لا ما بيحبوه. والدرك كلهم اي درك $100 $1000 مثل رامي رحال بده كان ياخذ دفعات منيحه مرتبه يعني من المساجين هناك لحتى يفوت الحبوب. كانوا يبيعوا اوقات مثلا بيبيعوا 5 حبات هاي البنزكسول بيبيعوها بكروز مالبورو، والريفترين بيبيعوا 3 أو 1.5 حبتين بكروز مالبورو. في واحد مثلا كان راكب ورا شاب على موتوسيك، اللي كان سايق الموتوسيك والموتوسيك له ايديك مشتريها مسروقه، طلع من الحبس وهو بعده لحديت هلا كل ما اجى لا عنده جلسه شوي بيعذروه 4 أشهر و3 أشهر، صار له 1 سنة وشوي. اسمه وائل نعناع. وفي الثاني خليل هاشم كمان هداك تهمينه بدعوة سالب، كمان ما له عليه باي شيء، لو في كثير كثير. هو خليل هاشم اذا بتطلع ولد يعني ما له بالقصه كلها. يا ريت بتنفتح تحقيقات بكل الكلام اللي بينقال ببرنامج الفساد من باب التبين من الحقائق ومحاسبة الفاسدين اللي عم نحكوا عنهم، مش دايما التحقيقات تروحوا فيها على القدح والزم. التحقيقات يجب أن تكون بهالمعلومات الخطيرة اللي عم تنقال من برنامج للمحاسبة. نحن حنضل نحكي وحنضل نوصل الصوت، وين بيروح هيدا الصوت ما بعرف، بس المهم إنه رح نضل نقول الحقيقة. وتصبحوا على ألف خير.
وين ما كان كل زمان ضد الفساد وقف حقك طالب لا تخاف ضد الفساد وقف حقك طالب لا تخاف كون المحامي عن شعبك حامي قوي حالك رجع مالك وين ما كان كل زمان انت الحاكم انت حاكم حدد خيارك.